العلم كلمه يعني بالنسبه للفريق الطبي يعني كيفاش كيشرف على العمليات ديال الاستشفاء او احنا بالنسبه لنا في لجنه اليقظه المتتبعه ديال الاخوان اللي كيخرجوا اللي كيمشيو لاوروبا السائقين اللي كيديو الشاحنات لاوروبا داكشي كنتبعوا الحضر الاول حتى كتوصل 14 يوم حتى يعني يتسالى يعني كتبعوا النقل الدولي ديال سواء ديال الحافلات وديال الشاحنات وديال الشاحنات انا خاصه انهم استمروا في هذه الظروف هذه بالاضافه الى ذلك يعني معروفين بواحد عندهم يعني ان كيكونوا ريسكي يعني معروفين انهم كيمشيو للبلدان اللي فيها حالات الاصابه وديك الشيء كيفاش كتبعوا الحالات ديالهم؟ كيمشيو لاسبانيا وفرنسا وايطاليا وهذا حنا بالنسبه لنا ملي كيدخلوا في الديوان راه كيقلبوهم كيديروا لنا ميزان الحراره ديالهم وكذا ولكن حنا ملي كيدخلوا لعندنا البلاد كيمشيو عند ولادهم وكذا كنبقاو نتبعوهم هما والمخالطين ديالهم باش نعرفوا الى لا قدر الله كان يعني الحاله ديالهم فيها شي فيروس ولا كذا كيخصنا نتبعوهم باش الى الى عجبرنا شي واحد مثلا تقاس ولا بوزيتيف ولا كذا كنبقاو نتبعوا المخالطين ديالو نتبعوا الوليدات ديالو نتبعوا العائلات ديالو باش نعرفوا ولكن لحد الان الحمد لله عندنا 20 ديال الناس اللي تبعت معهم انا كاملين الحمد لله الصحه ديالهم جيده. اذا كانوا كل يعني ما تسجلش في شي حاله عندكم ف بالنسبه للمهمه اللي كتقوموا بها متابعه النقل الدولي والشاحنات. مازال ما حتى شي واحد ما جبرنا يعني كيشكي من شي اعراض انا كنتبعناهم تقريبا يوميا جوج المرات في النهار. حتى شي واحد الحمد لله ما كيشكي من شي اعراض في الصحه ديالو لحد الان. شكرا دكتور. ما كاين حتى مشكله. شكرا.